ما الذي يجب على الإمام أن يعمله تجاههم؟ قال الشيخ: وعلى الإمام مراسلة البغاة. مقصود الفقهاء في باب قتال أهل البغي أن المشروع هو حفظ دماء المسلمين، وكلما أمكن رد هؤلاء البغاة إلى الطاعة بأيسر قريب بأيسر طريق فهذا هو المشروع، لأن حفظ دماء المسلمين هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، واجتماع الأمة على الإمام هذا مقصد عظيم أيضا، فالمطلوب هو الوصول إلى ذلك بأيسر طريق. ولهذا ذكروا أحكاما، منها أن على الإمام وجوبا أن يراسل البغاة، وإزالة ما ينقمون عليه، هذا كلام المؤلف، مما لا يجوز وكشف شبههم، فيراسلهم، فإن ذكروا مظلمة أزالها، لأن الظلم يجب على الإمام إزالته. فإذا كان أيضاً إزالة هذا الظلم سبب في اجتماع كلمة الأمة فهذا من باب أولى، يعني يتأكد حينئذ إزالة هذا الظلم. وإن ادعوا شبهة كشفها، قد يكون التبس عليهم أمر من تصرفات الإمام وظنوه خارج عن الشريعة بحسب ظنهم، فيبين لهم اجتهاده وتأويله حتى يذهب ما في نفوسهم. إذا فعل الإمام ذلك فقد قطع معذرتهم، ولهذا قال المؤلف: فإن انتهوا كف عنهم، لأن هذا هو المطلوب وهو حفظ دماء المسلمين. وإلا يعني إذا الإمام فعل هذا الواجب وقطع معذرتهم لكنهم أصروا على بغيهم فحينئذ يقاتلهم إذا قاتلوه.